يعني من هولندا، فاعذروني اذا ما اذكركم كلكم يا النسيان. فهذه اليوم حمله كلش كبيره، راح ننظف المطعم التركي ونهيئ لهم زوالي. هذا تشوفوا والعماره كلها راح نفرش الطوابق كلها، ونفرشها تقريبا 4-5 فوقانيات زين، وملابس داخليه اشتريت لهم جمع 200 درزن، وبطانيات بطانيات 100، 200 درزن هدوم كل بطانيات 100، والكاربت جبنا 500 متر. الحمد لله. والله وطنيه 4 راسك. الحمد لله. والله ما عندي غير وطنيه.